بسم الله الرحمن الرحيم. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية،
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وحدرسك أن عاو كبل أبمي سورة الحاقة وأنا مكية آيات كيدنا واللبي كنتن آيات كلمات كيدنا واللبي بقولي اللحي كنتن كالمدود حروف تيدنا وكن إيا أفر بقول إيا سديتا حرف هذه الصورة وحا إلهي سبحانه وتعالى وكقو الرمي مواضع تربضا وحا موضوع أبوه الرياء يهي ذكر حقيقة القيامة وإهلاك الله للمكذبين مثل عاد وثمود وقوم فرعون وقوم نوح موضوع أبوه الرياء يهي حسد إلهي سبحانه وتعالى وحصي حقيقة قيامته إيئن ربي هلاقيك ويحق بيني سيدي ريعاد إيه ري ثمود إيه قوم فرعون إيه قوم نوح وحا موضوع اللباد يهي سورة أي كورنتي وبعض أهوال يوم القيامة يعني قيامة لباتوين كيدا وحكا مدأة أي الله تلمامي هي سيدة أي أرد عيسو موضوع سدحادة سورة أي كورنتي ومصير أصحاب اليمين ونعيمهم إن منك أصحاب اليمين كلا يداهدو كتاب كود عمل كمدك تلقى سينا يو
meesha wanaagsan ee ay marayaan iyo nicmada ay helayaan oo waa aayaadka ka bilaabma فأما من أوتي كتابه بيمينه waxa lagu xijisiyay مصير أصحاب الشمال وعقابهم nimanka kitaabkooda bidixda laga siinayo masiirka iyo abaalmarinta ay marayaan iyo cuquubada la kulmaysa wana aayaadka ka bilaabmaya وأما من أوتي كتابه بشماله وحى إلهي سبحانه وتعالى سورة كو ختمي حقيقة القرآن وتنزيهه عن الافتراءات وبعض وظائفه قرآن كالرب شرفتي سي وناقيسة هي النزهيد اللقى النزهي لودي دي وحيابها أي كبين أبورتين قرآن كأيوم سبيين iyo wadaaifta quraanka wax kamid ah ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala suurada ku khatimay idan suuratul haqa wa suuradaas ilaahay subhanahu wa ta'ala mawaadi'da uu kaga waramay waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala u yiri al haqqatu mal haqqa ربي وحاول الحاقة تي حقيقة أهيد إيه دحدي إذا وحول بأي حقيقة بيين إيه حقيقة أي إيماني سي وهي مالنتاس يتحقق فيه كل شيء وحول أولي نوسي شيء أو غيب أها مالنتاس حقيقة ذو عندها قهر إيمانيان الله وحاول مركا الحاقة تي حقيقة أهيد إدحدي إذا وحول بأي حقيقة بيين ما محيطها الحاقة تن حقيقة أه وما أدراك محاكو قيسي النبي محمد ما وحايتها الحاقة تن حقيقة إيه الحاقة ومبتدأ ما اسم استفهام كاسي ومبتدأ لبعض الحاقة تضمب وخبر المبتدا الثاني جملتنا مبتداها هري خبر ادعيسا رابطكنا سيدي نغو سمرت القارعه ما القارعه واعاده المبتدا بلفظه مبتداها لفظي سلسو عليه عينتي ساي سو نقطي ايا رابط اه او رابط كلا لوما باهنا الهي سبحانه وتعالى وحوري كذبت way beenisay samud ree samud wa qoomki nabi saalih lo diray eh wa aadun iyo ree aad wa qoomki nabi hud lo diray eh bil qari'ati ti qalbiga iyo wadnaha garaacaysay ayaa ay beeniyeen allah waxa uu rifa amma samud ree samud miya arinkooda hadaan idin faahfaahiyo fa uhliku iyaga waa la halaagay ree samud بالطاغية يعني الضبيشي وحويان حد قدبتي اي حد دافتي وحى الهي سبحانه وتعالى ويدي فأما ثمود ري ثمود فأهلكوا والهلاقي بالطاغية اي بالصيحة الطاغية قيل دي حد قدبتي حركها قوستي ee xuduud la yaqaanay macquulka ah ka gudubtay ka talawday qaylada xad gudubtay xad dhaafka ah ayaa lagu halaagay oo samada lagaga qayliyay dabeed way baabeen oo rugmadeen Allah waxa uu wariyay wa amma aad ree aadse fa uhliku iyaga waxa lagu halaagay birrihin dabayl baa lagu halaagay dabaysha soo sarsarin aad u qabow shadiidada buruuda ama dabaysha soo sarsarin aad u dhabanaysa oo qeyla iyo dhawaaq fara badan leh shadiidada hubub dabaysha soo aatiyatin iyaduna had gudubto xarkaha goosatay yaani dabayl yaani xuduuda iyo waxa weeyaan xadka macquulka ah ka gudubto had gudubto aad iyo aad yaani had dhaafu ah sakhara إلهي واسلدو كدري ها دبيشني عليهم كركودو كسلدي أو ربي كدري
إلا إن أمر الله كسرتها أو كدرنتها سبع ليال هبين تضبعة أيها الضبيشة الله قصر لدي وثمانية أيام إيما المسيدة حصوما حال أيتهي مد إسراع رأسن استبجوكته أنك لقوله حصوما تا وحدك حاليسا ضميرك محل النسبة هي لأما مفعولك سخرها الضبيشة ونقنية وحصوما حال أيتهي الضبيشة مد إسراع رأسن استبجوكته أنك لقوله فترى واحد أركيس النبي محمد أما كل من يصلح له الخطاب قف كصوم مخاطب وهذا الكلب وجهه كرو وسداد أركيس جوب شوك بماذا هينه لو كنت حاضرا حينئذ هذا حل جا جوب شوك هن لهيد واحد أركي لهيد وي مركا معنوه وحوي هاي وتصوير المشهد أمام عينك سدي واحد إمك إن ده كهيسه أي مشهد كي هي دعضي حل جاد دعضي لغو صوريها سأضمن كأي مسكح دعض أو صورته ضبط إذا دقو أن تودو أدو حقوق عادته الله حول فترى مركا واحد أركيسا يعني واحد أركي لهيد لو كنت حاضرا حينئذ حل جاد دقو بجوج هن لهيد واحد أركي لهيد ضد أركيسا القوم قوم كي أو أشوا عهدي أو تور هيعد قوم كلوشي ذا فترى واحد أركيسا القوم قوم كي أو فيها مالمها إيها بين ندى دحدو ذا صرعا كوضات أردوك ودعيا يعني صرعه وقفك مركل اللي قدر دولك ودعه مركل هيعدنا تاني من دار ردتك أن لكن بأهاي مركل سيدي قيدة تميرو تشريد دلقة شري أي قلالات ودعيان ودولك أي وحويان كوضاتين فترى مركا واحد أركيسا القوم قوم كي آيات أركيسا ونمن كي ري عادي فيها مالمها إيها بينا دا دحدو دا واحد أركيسا داد كي أو سرعا داتي أو دولك أدعي عقوبة دا إيه عذاب كي لي درتي كأنهم حال أدمودو أعجاز نخل قيدة تمير شردو دي أدمودو شرداس خاوية هاوني صمرا ويعني وحويان أن وحبد حديد كجرين الله وحوري فهل ترى هذا ما أركيسا لهم إيجا مو أركيسا من باقية أي من نفس باقية هل نفع كهدي مياد أركيسا دي جوابت وامي أحد كما هدين أوي بابئين الله وحوري وجاء وحيمد فرعون فرعون أي يمد إيا ومن قبله كوي كهريي إيا والمؤتفكات كوي قلب مي معناها قريوين كي مقالوين كي لأفكم بيي أمل قلبي ومؤتفكدو يعني وحويان دين عكلا لورقو ولا قلبي وي وجاء وايمد فرعون فرعون وجاء وحولي من فرعون فرعون إيا ومن كوي قبله إساق كهريي إيا والمؤتفكات كوي قلب مي إلا أفكم بيي بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة يعني فلكي أما فعلكي قفسنا إي دنبقى أها أي إلي مادين وفعصوا وعاسيين رسول ربهم ربي قود رسول كيسي أي عاسيين أي عصت كل أمة رسولها إلا وأمم كالدواني أمد والبر رسول كي الله دري بين سوي عاصي دوي معناه والله يسكو قبطي معناه هنا وحوي تأمد والبر رسول كي الله دري أي بيني فعصوا وعاسيين دمانتود رسول ربهم ربي قود رسول كيسي وعاسيين فأخذهم دبيد ربي قود واقبتي أخذة قبشو قبش داسو رابية حد قدوبتي أما زائدة وإيد اللفتيد حد كي عادية هيد كبضا الله وحوري إنا نقو لما قورتي طغل ماو بيه أي حد قدبين أي حدود دي إيقنا أي درتي رين ميل والبا أي صوت بصدين أي عريا دول بيهو دي اسقب صدي حملناكم وانو إذن حنباري
في الجارية دوني دي سعونيسي النبي وحوي دوني دي سعونيسي أيام إذن كقادنا النبي نوح وسمي عليه السلام لنجعلها سئان أغي الله يعني فعل كابد بادنته إذن كان أنه إذن بدبادني قال دينا أنه هلاقني سئان فعل كايا فالكا أغي الله لكم إذن كانوا إذن كايا الله تذكرة وانو لقوان توبو أنه إذن كايا الله وقد وحكو قادتان وتعيها ولتعيها إيا سئي فعل كايا دعضا أغي ليسو أذنون دقي أي أغي ليسو دقتاسو واعية وحوي لينيسا إلهي سبحانه وتعالى آيات كان وهو كجور رمي أولا قيام ذي الحاقة ما الحاقة حاقدنا واسم من أسماء القيامة ومع كم ذا مع عنت قيامها الله يقانه وحنا حاق لو يدي إلا نحقه والثابت وحصون يدعدي سمر نبأني باقني بالي روا حق واجب كأه مركا حاقدن وحا حاق لو يدي ولوجوب مجيئها وثبوت وقوعها يعني إماتن كيد واجب نمد واجب يهم مرنا بأنو باقنين يدعدد سيدا أي دب أتهي مرنا بأنو حويان أباقنين أي سوغن تهي سيدا درتيد أي حاقد حاق لو يدي وقيامة مقعان تيد الله قمد لغي وحا كتيرا الإظهار في موضع الإضمار هل كي ضمير لجلين لها سيو اسم كظاهر كي مذكور كا أقول نقضه أي ظاهر كي لسوع العلي وأنا لزيادة الاهتمام ضنين تجار كأي لا ضنين أيه وحويان دي اهتمام سجارة وحويان لو ضنين يلو جشيدو والحاقة ما الحاقة ما هي بالورنكرا وما أدراك ما الحاقة ما هي مركا هالكي ضمير لوغ علي لها اسم ظاهرة لسوع العلي ولزيادة الاهتمام دانين تلا دانين يا سيجارة حاقد أرن كيدا وحكى لو كتر كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود الإجمال ثم تفصيل مركي هروالا دودو بي أو وحالي كذبت ثمود وعاد بالقارعة وصد دودوبا ري ثمود يري عاد با تقارعة دي بينينو قيامة دبدهدنا ولا فافاهيو ولا كلا ساري او فاما ثمود ولا شرحي وحي كدعي واما عاد ولا فافاهي مركا waxaa la yiraahdaa waa al ijmal thumma tafsil oo shayga marka hore marka duuduub loo sheego dabeedna la kala dhigdhigo maskaxda uu ku sugnaan og yahay oo ka zuli maayo ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay nimanku sidii geeda timir oo jirida laga jaray inay daateen waxay tilmaamaysa nimanku sida ay u waaweynaayeen ay u dhaadheerayeen de geedaha timirta iyo jiridooda wad garanaysa marka yaani shayga weynina markuu dhaco fool xumadiisa iyo markuu iska daba tago deesi fool xun buu dhaca oo waxa yar iyo waxa weyn ee dharar iyo dhumucda lahi isku dhicid ma aha marka de niman waaweyn oo dhaadheer bay ahaayeen oo sida geedaha timirta iyo jirida laga jaray أي جلالات أوضعتنا أوضع أوضع عين وأن منك يريد من أشد منا قوة أي لا يودع ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة مركي يدادين يا نجحوا قوين رعد أي لا يريد أمياني أقوين الله هي أبو ري يا أود يكفان ينسيي إنه كحوا قوين يهي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد إيضو كلب أرلد عن لقو أبورين niman dhaadheer oo dhumuc iyo dharar iyo awood alla siiyay bay ahaayeen dadka kale ay kaga soo caayeen tii awoodii alla siiyay markay ilaahay siiyay ku garan waayeen wata la ciqaabay ee galalaatiga ay u daateen wal mu'tafikatu bil khaati'ah al mu'tafikat wa qura qawmi lut waxa la yidhi nimankii reer lut waxay la yimaadeen faaxisho ما سبقهم بها من أحد من العالمين أحد عالمين تكمده أنه وقهر مرين أوه إنه رقه وحضون تان أه طب هذا يقين أوحى لغو عقاب عذاب أن يقهر تدعيد لغو عقاب وعيدان يقهرين عيدان أن يقدم بين ومقالوا إن كودين تكر لو قاضي
والسمد اللو دوي أي الله سوء أفكم بيو دين عكلي لجسور روي مركز هذا أنا دعه حنس دربي عروب كلا جد جاي معناه هو عذابي عقوبه أن عدل مرين يجهر تضوايو وحيلي ما دين فالحمو أن يجعد يجهرين إلهي سبحانه وتعالى وحوت الماما إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية يعني وحويا قوم نوح مركي أي نبي قود نوح بينيين طوفان كي لقوها لاقي يا نبي نوح دونتي وسنعي ربي أسهلي إن إساقا يا إنتي رايد الرميسي لقو بدبادي لكن وحلقت الماما أما الله عبري حملناكم سيدي وحدتك للاحظ لي إلا إمك إياق الله قادم waxay marka culimadu yiraahdeen waxa khitaabkan cid walba ugu rumoobaya ila yoomina hada xilli kasto la joogo xamalnaakum kaafil khitaabkaas wuxuu ugu rumoobaya laana najata al-asli sabab li wujood al-far'i asalkaad ka soo tafiirnayd hadii la badbaadiyay tii wujoodkaagan far'i iyo tafiirti dambe inay jiraan oo joogaana waxa sabab u ah asalka hore la badbaadiyay marka asalka hore inuu ka soo jeednay mar hadii la badbaadiyay waxay ka dhigan tahay deedadkii oo dhan in la badbaadiyo oo xamalnaakum cid kasto joogta way ku rumoobaysa linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah waxa la yiri waxa laga cabiray udhun mufrad lama oran aadaan dhago laakin dhag baa la yiri waxa la yiri al-ifradu yadullu 'ala al-qillah kaliyeynta udhunka mufrad laga dhigay wuxuu tusinayaa yaraanta ay yartahay cida weelayse waanada qaadatay way hadiya jeerda wa qaliilu min ibadiyash shakur marka cida weelaynaysa maadaama ay yartahay dhakaliyaaba laga soo qaato udunun waaciya lama odan aadaan way inta weelayse waantooda yar sidaas loo ifraadiyay Allah waxa uu dhahay al-haqqatu ti xaqiiqada ahayd ما محيت هاي الحاقة تن حقيقة ذا وما أدراك محاكو قيس النبي محمد ما وحايت هاي الحاقة تن حقيقة ذا كذبت ويبيني سي ثمود ري ثمود إيا وعاد ري عادبا بالقارعة تي وضنها إيا قلبك قراعي سي وبينيين فأما ثمود ري ثمود ميا فأهلكوا إياك وحلقوا هلاقوا لقوا بابي إياي بالطاغية قيل دي حد قدبتي إي حركها قوصتي وأما عاد ريعاتسه فأهلكوا إياك وحلقوا هلاقي بالريح ضبي البالقوا هلاقي ضبي شاسو صرصر آد أقبو أما ضبي شاسو صرصر يعني آد أدباني سؤو عط إيا دواق بدن له دبايشا سو عاتيه حد غدوبتي او حدود ديدنا دافتي سخر واكسل ليها دبايشن عليهم ريعاد سبع ليال حبينه تضبا اي وثمانيه ايام ما المسديده اي ربك صلدي حصوما حال اي تاي دبايشاسي تي اسرع راسني استبه جوقتا اي ان كلا غولاهين فترى وحد اركيسا مشهد كهداد حاضر لهيد القوم نمنكي أما قومكي أياد أركيسا فيها مالمها إياها بين ندى دحدودا صرعا إياقو الضاتي أولوك كلك دمي كأنهم حال أدمودو أعجاز نخل قيدة تمير تشردو دي أدمودو قيدها تمير تأهو خاوية مرن وخالئة يعني وحلقت الماما يا سيدة أي أضاتين أي تشركو دان الروح دو وقبح ضي إيه خالي أيهم وحمرًا والروحي النفيتون أني كشرين الله عوري فهل ترى ما أركيسا اللهم إيقا ما أركيسا أو ما كو أركيسا من باقية أي من نفس النف ما أركيسا نفتاسو باقية كهري قف كهري ما أركيسا وامايا وجاء وحولي من فرعون فرعون إيه ومن قبله كوي كوريبا إيه والمؤتفكات ما قالوا ينكي قلب مي إلا أفكم بيوار هاللوضي وحي لي ما دين دمان تود بالخاطئة بالفعلة الخاطئة فالكي قفسنا إخلدنا أي لي ما دين ومعاصي دي كالدوان إيدي
وفعصوا دبيدوا عاسيين رسول ربهم ربي قد رسول كيسي وعاسيين أو مدول أو أمم كاكم ديه رسول كي الله درو بيني فأخذهم دبيدوا قبطي ربي قد أخذتا قبشو قبش داسو رابية زائدة أو أن يرين فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر الله وحورينا نقو لما طغى الماء بيه مركي حد قدبين امال والبعي صودافين حملناكم وحنو إذنكو حنباري والنبي نو عليه السلام إيا انتي الرميسي وانا أصل كي لغا تفيرنا إلغا سوچي دي حملناكم او إياق مركي لبدبادي دي امضا انتك لنا بدبادي حملناكم وحنو إذنكو حنبارو إذنكو قادني في الجارية تي سعوني سوى دونتي النبي نوحي دونتي سعوني سي اللي انبيها يكو سعوني ساي ايانو يدنكو قادني او محانو صدا ايالي لنجعل سيانو اغيالو ها فعلا دا اما دعدا داس دعدا دي دعدا دا ان مؤمنين تي نين كبت بادني قال دينا انو كهلاقني لنجعل سيانو اغيالو ها فعلا ايا دعدا دا oo ah badbaadadii muuminiinta iyo halaagii gaalada arintaasii aan uga yeelo la kum idinka aanu idinka yeelo tadkiratan waanu ad wax ku qaadataan oo wataciyaha wali taciyaha arinta ama dhacdadaasi ay u weelayso udunun dhagisi ay u weelayso dhagtaaso waaciyatun weelaynaysa oo wax qaadanaysa الله سبحانه وتعالى هل كان نوحك تلمامي أو كقد قلي في بيان الحاقة وكيفية وقوعها سو حاقة لإنه مسو شيئين أو قيامة دي سيدا أي أدعيسو أي إلهي هل كان إنه قفا فاهنا ربي وحاوري فايدان فخة مرك الله أفوفو في الصور صورة مرك الله أفوفو يعني واقرني أما جيس وين oo ciidamadiisa iyo weynidiisa alla mooyo cid qiyaasi karta anay jirin waxa afuufayaana waa malaga israafiil oo ilaahay u tala saartay suurta afuufideeda dabeed waxa dhacaysa qayla aad iyo aad weyn oo marka hore makhluuq oo dhami ku yaani waxa weeyaan ku soo xaya ama uu ku dhimanayo talabaadna waa ta makhluuq oo dhami ku soo noolaanayo lagu soo dareerayo alla marka waa uu faaydaan u fiqa marka la afuufa fi suuri صورة مركا لا أفوفو نفخة أفوفد أفوفد داسو واحدة كليئة أو حملت لحمبارو أو لقادو الأرض أرلدي لقادو إيا والجبال بوريه بلقادو وفدكتا يعني لبربريو دكة بربرين بربرين تاسو واحدة كليئة فيومئذ مالين تاس وقعت وحد عيسى الواقعة تدعيسي تقيامة بدعيس وانشقت وحنا دلدلا عيسى السماء سما دي ايا دلدلا عيسى او تسي اي ملائك توغسو دادكتو إلا سما دي واخرابتو ويبابادي ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وملائك توغسو دادكيسا انت اللب اللقو الباب لغدكو او فهي سمد يومئذ مالن تاس وهي تنتي تاقدرن وي سمد ادكيد عيد لا عيد غلي كرتا اني جيرين مالن تا وا ضعيف او وي تاقدرنت الله وحوري والملك اي الملائكه ملائكتينا اشوا جنسي او جنس الملائكه ما هم ملك ليا والملائكه اي الملائكه والملك ده اي الملائكه ملائكتينا على أرجائها سمد الدعالة دي كونه دا اي تاقن تو اي كسوغن تاي ويحملو حقا ضي عرش ربك ربك عرشي سمالين تا وحا حنبار اي او قاضي فوقهم حال ويهي دشو دا عرشي اي فوق الخلائق اما فوقهم حال ويهي عرشي دشو دا اي فوق الملائكة يوم اذن مالين تا وحا قاضي ثمانية سداد ملك أي عرشك ربك سيدوك روحيا وحالي مركي هورا أفر ملك بي أهايا عرشك كوهيا لكن مالك دبك إيا كربادة بدن أفر كلا لغو كردين أيا وسداد ملك أي كروهينا
يومئذ مالنتاس تعرضون والايدين بندقيا الله بالايدين بندقيا وعرضوا على ربك صفا لا تخفى كقرسوم ميسو منكم إذن كحقين خافية من قرسون يعني حالة أما صفة قرسون كقرسوم ميس حقين وحوال ببنان كإيبادك أي الله صعدك يا وايا وحي نصوم الرمال تاسعين أي تاهي يوم تبل السرائر مال تسر أوردن لكشف إيبانان كلا صعدك يا لا يخفى على الله منهم شيء وح الله وح إلهي كقرسون حالك ضدك مال تامجره مروا البند إلهي وحبك ما قرصونه وحلوقو قيدي مالين تاس معناها مالين تا دي بنان كالا ديغا يا او والا كشفا يا او يعني خلائق دا إيا محشر كا إيا دادك هرتو دي أيا أرهن كاقي سرتاها علانية ونقونا يا مدعط. إذن إلهي سبحانه وتعالى آيات كان نوحو كتل مامي أهوال يوم القيامة وحكا مدعه ومالين تاس إن أرلدي يكونكي يبوره أي بابا أيان سمدي أي دلد الله عيسو يعني وحويان إسبدل وينو وكونكي يخراب كرد عيو مالين تاسنا أي تاهي دي مالين تا إلهي اللي نوبان ديگا يو حال كيننا وحكا قرسوني أنو چرين. الله وحوري فيدان وفخا مرك الله أفوف في الصور صورتي نفخة أفوفت أفوف الداس واحدة كليئة أو حملت لقاض أو لحمبارو الأرض أرلدي إيا والجبال بوره للكي إيا بوره بكر لقاض وفدكتا لبربري اللبضب دكتا بربرين بربرين تاسو واحدة كليئة مركليا لبربريو دكت دكا لقدقو فيومئذ هدب مالين تاس وقعت وحد عيسى الواقعة تيد عيسي مالين تا تيد عيسي بعد عيسى وانشقت وانا دلد الله عيسى السماء سمدين واد دلد الله عيسى أو فهي سمد يومئذ مالين تا وهي تنتي تقدرا اضعيف وي والملك أي الملائكة ملائكة ربنا على أرجائها سمد حريره إذا إيد علده إذا أي أيك السجيهين ويحمل وحنا قاضيا عرش ربك ربك عرش جيس وح حمبارا أو قاضيا فوقهم حال ويا عرش قدشودة أي فوق الخلائق يومئذ مالنتاس ثمانية سداد ملك أي قاضيا يومئذ هدب مالنت وح سدعيان تعرضون والايدين بندق يا مالنتاس وإلهي بالايدين بندق يا تبارك وتعالى ولا تخفى قرصونان ميسو منكم إنك حقينك قرصونان ميسو خافية من قرصوناتا يعني حالة قرصون أو خافيه مجرتو أو حقينك قرصو ميسا يعني حال كينا إيا سفدينا إيا فعل كينا مدينك قرصو من ميسو ولا يخفى على الله منهم شيء وح الله وح إلهي كقرصوني حقو ذا كقرصون أو كقدهصوني مجرو وح والبوا الظاهر وموقضا إلهي سبحانه وتعالى قيامة إيه دعيدة وحكم إذا مركو صوت المامي هل كان وحاوك قليا مصير أصحاب اليمين ونعيمهم نمنك كتاب كودا مدك تلوغ ديبيو ماشا أي مريان إيه برواقضا أي لك الميان الله وحاولي فأما من مدك أوتي الله سيا كتابه كتاب كيسا بيمينه مدك تيسا لقصيو فيقول وحاورنا يا هاوم وركالي أوقاتا اقرأوا أخريا كتابية كتابك إيقا أخريا ما لهن كتابية إيا وحويا حسابية إيا سلطانية يعني أصل كده كتابي إيا سلطاني إيا كتابي وحوها يا وحويا يا المتكلم أي أدن بيسي لكن وحا حق الدنبي اللي قرر عيه ها اللي ده ها أصكتي هذا اللي قوة مصيو أما اللي قوة شوكسان إيا كتابية أصل كنا دوا كتابي كتابك إيقا الله وحوله فأما من مدك أوتي الله سيه كتابه كتاب كيس الله سيه بيمينه مدك تيس الله سيه كتاب كي عمل كيس مدك تلوغ ديبه فيقول وحوورنا يا ها أمو وركالي أو أخريا أي خذو أما هو يا أو أخريا
فيقول وحورنا يا هاؤم هو كتاب كيجي أو أخريا اقرأوا أخريا كتابية كتاب كيجن أخريا أيا وورنا يا إني أنيقو ظننت وحيقين صدي أني أنيقو ملاق إن الله كل ميو حسابية حساب تيدا إن الله كل ميو لا يحسابين أيو أيان هرأو يقين صدي ظننا ذا وأتن هرأو صمر مرنا ذنني جرّاج حلقو إطلاقا مرنا يقين مركائي مكوا حلقو كشيء ذا يقين إلّا إن أدون كمركو شوقي مؤمنكو هو يقين صنا حساب كموشا كسنيد مركاد ذنني جنوا بمعنى اليقين معنوه نوحه وياهي أنو الدنيا ذا أيان كسو حساب تمي مركاسا آخرة ذا حساب تيدي وناك سناتي ونك الدنيا ذا كو حساب تما تي آخرة حساب توا أسهل لنا نساء أدون كسنك النفتي صحساب يا حلال يا حرام مدنا أنو ميل دين دي مالين تاسع حسابك عصلان نساء وحورنا يا مركا إني أنا قذننت وحن يقين صدي أني أنا قم ملاق إن الله كل ميو حسابي حساب تيدا إن الله كل ميان يقين صدي الله حسابنا يو وأنا كسي تباب الشيء استي أو دين حساب وجود ديار جروبي الدنيا دانها فهو مركا يسق في عيشة نلول أيا وكسجن يهي نلا شاس راضية وحويا رالية وصدي إن صومر تي أو في عيشة راضية يعني نلاشي أي واحد لون نسبيه إيده إنه يرالي تاعي حقيقة هانو واحد رالي نقول إياه دي عيشة ما هو صاحب كذا صاحب المعيشة كان نلاشن كنول أي رالية مركا أي راض عنها صاحبها صاحب كذا ورالي كياوي في جنة جنة أيانو كسوغن ياي جنة داسو عالية سرريسة أصيد النار توه سيسي الدركات ولكو سيساو تاعي أي جنة دون أسرريسة سيدا السمد أو أيوتا الدركات كلا سرية الله وعور مركا في جنة جنة أيهو كسوغن ياي جنة داسو عالية سرريسة أو مكانهان أسرريسة دركة أهان يقيمهان أسرريسة قطوفها جنة دا مرحا لغا قران ايا دانية وامد ودو او حالي رقفك يساقو قداد كوشي فسرير تيسا جنة ايا جيتكو آير انتو صور دقاقو ايو افكي ساق ايمان ايا حالكا يساقو نسدقا چنبوكا قران ايا مرح وايو دي تعب اللو ما اقلا انو رقان صدو سرقعو ودقاقبا لو ما اقلا وايو تعب ايا رفاد الدنيا دو كسور دميستان ايوه دارتي راحة دا. مركا هرواتي نوصو تلماني ننك الدنيا راحة كرادية يهو قلدني وهي الدنيا دو دار الامتحان إياد الراحة باللو قمت لقل لكن دارت الراحة دو واتاين نقه الرئيسة تدكونا وحييهنون لبا قف رفاتك الدنيا دا اللي قوش رمركو آخرتكو كوكدراني قبل لوضو إياد ننمركو الدنيا دا الرفا دي عرعراف يتعب كسور دميستو نساشا دا إياد راحة دو آخرة وقبل آبنتو لبا دا ميت كودون بدن قونيس لكن مر ليبا الدنيا نن هيسين نن هيسن تعب يا رفاد ولا جسمي كما القبين كان لقيا بينو كاور وربدين يهو لبضين دود أنو يسكو جينا بينك فقير كنا وح لقيا بهلكو صاحلو إنو برجع الله أكبر تونك كله هذا فقير لقيا ببرو حكو قرآن يا بين أنو هين بركا واحد دري ميسا الدنيا بضنان تودجنا شمك أنتو إنو كاور وربتاب لقيا بها الله وحوري مركا وح لقوا عرنا يا كلوا عنا واشربوا عبا هنيئاً أي أكلاً وشرباً هنيئاً عنيتان يعبتان هنقري مرله أو أن مرقشو يسحشو مدنا عنيكو سقني واحد عنتان عنتو أن لقو مرقنينو هنقري مرله واحد عبتان عبتان أن لقو سحنينو هنقري مرله ورالي ليدين كيهي بما بسبب ما شيء سببتي كعنا أو كعبا كاسو أسلفتم أطوه الرئيسيستين وأطوهر مرستين في الأيام مالمه الخالية تغي ودنيا دي وحد مالمه تغي الدنيا عمل صالح صوصة ميسين ما انتكو عنوكو عبا ما انتدمره دي قرن إيسانه آيات كان إلهي سبحانه وتعالى وحقوق يحي قوش إيه قرقار كوسوه ينيسا تنينك ما انت تبع ديش قيسته وآه إنو حويا راحو يطمئنينه وآخرك هلايو تانا وحال ينوغو شيغيا سي اي نوغو ديرانو لينوغو بوريو تي عمل كاسو كلا سي اي نو سمينو سي اي نو هويغاسو كلا وغو هوينو مصير كاسو كلا نو امرو
الله وحوله فأما من متك أوتي الله سيه كتابه كتاب كيسة بيمينه مدكتي صلق السيه فيقول وحورنا يا هاؤم هويا أو اقرأوا أخريا كتابي كتاب كيغا أما هاؤم يعني قاد كتاب كيغا أو اقرأوا أخريا كتابي كتاب كيغا هويا قاد أو كتاب كيغا أخريا بو أورنا يا هذا فرحات إيفان أيو كلابات بدنا يا أو بلادنا يا تمرك وح فرحات الله بسيا الدنيا ده سو أصحابته هذا متو سيدو فرحات ما كلا بلادتيد مرك أنين كان مرك كتاب كي عمل كي سميد تلوجو دي بو خيري وانا جوجو قرن ياي فرحات دي أو كلاب بلادي أي وح ويا أهل الجنة ولا يا هوي يا أصحابتي سي أخري بالوح اللي سيي يجوش عن قاري فيقول وح ورنا يا هؤم هوي أو اقرأ أخريا كتابية هوي أو كتاب كي جنبال أخريا وانا جاي خير كاكو قران اني انيغو ظننت وحن يقين صدي اني انيغو ملاقين ان الله كل ميو حسابية حسابتا اذا ان الله كل ميان يقين صدي او ديوان سي حسابتا مي مركاسا ما انت وانا جان هلي او فهو يساقو مركا في عيشة نولو الاياو كسوغن ياي نولو شاسو راضية رالية معناها ارالك ياي رضي الله عنهم ورضوا عنه في جنة جنة اياو كسوغن ياي جنة داسو عالية سرّيسة جنة داسو قطوفها مرها لغا قرانا يا دانية أي دوداي وحانا لغو قرانا يا كلوعنا واشربوا عبا هنيئا أي أكلا وشربا هنيئا عنتان إيا عبتان هنقر مرله أون مرقشو إيا صحشو مدينة آنك سقناي بما بسبب ما شيء سببتي كعنا أو كعبا كاسو أسلفتم أتوه الرئيسيستين في الأيام مالمه مالمه الخالية تغي مالمه تغي والدنيا دي عمل كاتو سميسين ما أنت كعنا أو كعبا هدبا مؤمنكم ميشو قلي مركي اللي نوشي يغيسي أي نوغو ديرانو ينوغو تبعانو أيا وحل لغو حجيسي مجرمكو ماشي أمري يا نارتي ولا كل ما يي سأي نوجد دكتورنا نو نفتي نوجد دري الله ويا هذا يشر قرآنكو وحوك صعد بين الترغيب والترهيب وبين الخوف والرجاء ومرك عذابك اللي جوجو عبسي قليه سأنا ربي وعاسين وحل جوجو رتشقلينا يا رحمة ربي سأ الرسول كور رعدو السنة دي سوق صقناته الله وحوله وأما من متكسه أوتي الله سيا كتابه وكتاب كيسة بشمالي بدحديس الله قصي كتابك عمل كيسة فيقول وحورنا يا ليتني الله قوم مضيدا إيش الله يتضيدا أما هو قيقئ لم أوتى ميان ليسين نمبا كتابي كتاب كيغا ولم أدري ميانا قران نمبا ما وحأو يهي حسابي حساب طيدو على عالك وحورنا يا مر الله مركو أركو كتاب كيسة وحكو قران إيهو قيه هلاقيا بلن بلأ aya waxa waranaya hoogeygii qoomamadayde maxaaba kitaabkan miyaan laysiinimba maxaa gacanta ii galiyay hoogiisa iyo halaagisa waxa waranaya wala ma adri ma xisaabiya alla miyaanan garanimba xisaabtan maxaa ii garansiiyay i tusayba macnaha wuxuu ka calaacalayaaba kitaabka loo dhiibay xisaabta uu gartay xumaanta iyo balaayada ugu jirta darteed waxa waranaya ya laytaha الله شليتها يعني شليتها يا ليتها أي يا ليت الموتة الأولى جريدي هراء يا دمشدي هراء شليتها كانت مياي أهاتو يعني هو جريدي أنصار دنتين الدنيا ذا مركان شو غير دنتي كانت مياي أهات جريداسي القاضية مد إجت خلصوا إيدا ما يسوا معناها ميانا هذا مد هلك كباب وان دبلوس صارين وقاضيضو يعني وحويان جيريدان صوردين تاي أرهن كيغو هالكا موكو دمادو نقضو ميدان ديب اللو صوصارين سيانو وحانو لكل من وحاورانا يا ما أغنى إغموترين عني أنيغا إغموترين ماليا مال كيغي وحبا إغمترين ما أغنى عنه ماله وما كسب أي أبو لهب ليدي سوما حولي سيوحو كسبضي وحبا ومترين تي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أبو لهب دي سيدا ليدي نوال بنسو متالو ما أغنى عنه ماله وما كسب ويا آيات دي كالرب محوكو يري ولا يغني عنهم ما كسبوا
شيئا يعني وح الله وحي أدون كسو كسبدين يعني أموال إيا أبد إيا أوري إيا هانتي وح الله وحي كترين وكديقين مجرتو وما يغني عنه ماله إذا تردى ومحوم مال كيسو كتريا أما كديقيا هدو هاويكو هوبتو ونار تجهنم وغوصو قشل وضو محو حولي سايو تريا يعني وما يغني هدي استفهام يلا قدقو أما وما يغني عنه ماله حوله سوحب كتر مايو إذا تردى مركو النار تهوصو قهوبتو وحورنا يا مركا ما أغنى إغمو ديقن عني أنيغ مالية مال كيغي وحبا إيما ترين هلك وهلاك سمي عني أنيغ ويغا هلاك سمي سلطانية يعني وحويان أود ديدي إيا وحان حوق لها وهلاك سمو وباباي وسلطانة ده مركا لغو فسره معناها يعني سلطة ده إيا أود وحكالو لغو فسره حجة ده إيا دليل كأو هلك عني وإيغا هلاك سمي سلطانية وح الله وحن كمر مرسيوني إن حجة إيا دليل مودي وإيغا باباي ووح الله وحن حجة إيستا ما جيرتو وح لغو أورانا إيا مركا خذوه إيادو ملائكتي زمانية ده النار تعمر لسينا يو خذوه قب تبال أورانا إيا كان أهل النار كا وفغلوه كتين ديا وسلسلة نارت كحرا ثم الجحيم دبد يدنا النار تجحيم صلوه قليا ثم في سلسلة دبد يد سلسلة دحديد سلسلة داسو درعها يعني ردو من تيدو مرك الله ردو ميا أما الله حصليو 70 ذراعا تضباطا ردون ايهاي فسلكوه قليا يعني سلسلة مرك الله حصليو أما الله دوميو تضباطا حصول درر كيدو ويهي وحويان برتنك وقليا أو كتحتا وايو محاسدا اللوغو عقابي اللوغو عدبي وايا إنه يساقو كان وحوها لا يؤمنو مركا جملة إن واتين بضان النصوان برتين ايتاهي في موضع التعليل والسببين وإلهي اللي هو عادل وعدنا ما الظلميه محاننك السيدان لوغو قليها دي الله يراه دو شوابته دوام حي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم سيدان اللو عذابي وآي إنه إساقو كان وحوها لا يؤمن مدان رمين بالله إلهي آن رمين اللي العظيم إيوين ولا يحض ذاتكنا كمو بورنشرين على طعام المسكين مسكين كقود كيسا ذاتك كمو بورنشرين أو كما وعي قلين شرين فليس هدواء مسقنان له إساق اليوم مانتا ها هنا هل كان جحيم كمالها حميم وحسكي أما صاحب أقرقار وحويان هل كان كماله ولا طعام عنتنا كمالها إلا من غسلين ديعانك أهل النار كب حموياني أهل النار نار تمرك تشدكو دل لقوقو بيل لقوشيلو ديعانك إيا وحويان قرونك إيا ديق تشدكو دا كسو دريرا كاسا عنتوه عيادا بالله لا يأكله كام معنه ديعانك أهل النار كبحا جهنم تشدكو دا مرك لقوشيلو ديعانك معنه إلا الخاطئون كوة قفك إيا قال لماذا أبداير موي محاينون نيرو أبداير وحكا لدوان لغة عربية الخاطئون إيا المخطئون وإيا الخاطئون وحي كتمت فعل كخطئة ومن باب علماء وثلاثية خطئنا وإذا تعمد الخطأ مرك قفك أبداير إسئولا كعا أسمي إسئولا قستية خطئة باليرا لكن اخطا ورباعيه marka ficilka laga cabiro wa marka gafka uu ku dhaco isagoon u bareerin oo xaga sawaabka mar islaha ay kaga dhacdo walidalik ayama halayda almujtahidu yakhta wa yusib aalimka mujtahidki marna isagoo sawaabki doonayo garab maraya ila waa bashare marna de uu haleelaya marka akhta iyo khati'a sidaasi u kala duwan yihiin khaati'un iyo mukhti'un sidaasi u kala duwan yihiin marka waxa loo yiri khaati'un kuwani waa kuwa gaalnimada iyo gafka u bareeray yaani marka horeba xaga sawaabka uma isucun gafkay u bareereen iyo gaalnimada marka ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadkan waxa uu inoogu qaadaa dhigo rabbi ku qeexay yaani ahlun naarku waxa ay mudanayaan ama ay marayaan
iyo cadaabka ama cuquubada wixii ay ku mutaysteen oo ay ugu horeeyso deegaalnimo innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa ay ku xigto yaani quudin la'aan masaakiinta aan la quudin waxay culimadu yiraahdeen idha kana hadha tarikul hadd fa kayfa tarikul fi'l wa la yahuddu ala ta'amil miskin hadii uquubada iyo goodiga adagi uu ku yimid tarikul hadd ki ka tagay dadka inuu ku booriyo ku dhiri galiyo war masaakiinta waxa la siiyo yaani wacyi gelinta iyo boorinta ki ka tagay hadii waciidkan uu ku soo aroray wala yahuddu fa kayfa tarikul fi'l ficil ahaan inuu miskiin baqoodiyo shilin jeebadiisa ka soo saaro ki diideena maxaad u maleen de waa min baabil awla wal ahra uquubada iyo waciidka kan yaani uu kaga sii awleysan yahay uu uga sii mudan yahay oo ka aan qoodinba ee aan sadaqo la bixin ayaa ka sii daran oo macnuhu waxa uu yahay yaani waciidka waxaad kaga badbaadaysaa laba arrimood oo isa saaran oo murakab ah ma haarin mufrada labada isa saaran ee waciidka lagaga badbaadaya waa it'aamul miskiin wal hadd 'ala al it'aam inaad masaakiinta qoodiso oo de sadaqadka la baxdo waajibkiisa sunnadaba iyo qoodinta masaakiinta iyo waxtarka iyo naxariista dadka inaad dadka ku wacyigelisood ku waaniso yaani labadaas aad ku badbaadaysaa oo aad sadaqadii bixisidba laakiin tirtirsigii iyo boorintii iyo dhiirigelintii hadaad ka tagto waciid iyo goodi baad ku mudanaysaa ولذلك dadka samafalka ka shaqeeya ee dadka wax tara ee ceel u qodaya ee miskiin qoodinaya ee yatiim ama agoon ka faala qaadanaya ama dadka wax weeyaan meel u dhisaaya dadka had iyo jeer samafalka ka shaqeeya waa arin caam oo aad iyo aad u khayr badan waa ibaadadku waa laba oo ibaadad qaasir iyo ibaadad mutaaddi ah ibaadadka qaasirka waxa la yiraahdaa ta wax tarkeedu naftaadu ku gaaban tahay imika soonkaaga iyo salaadadu tii adu wax ku taraya sooma adiga de naftada dhaafi maayo laakiin inaad dadka waaniso inaad wax u sheegto inaad qoodiso inaad ceel u qodo inaad waraabiso inaad ku dhiri geliso waxtarka inaad khayrka u horseedo waa nafci mutaaddiyo yani adigii ka gudbayo dadka gaaraya marka cibaadadkuna taam qaasirka adiga ku kooban iyo taa dadka gaaraysa de labadiiba waa loo baahan yahay الله وحوري وأما من متك سوتي الله سيه كتابه كتاب كيس بشمالي بدحديث الله سيه فيقول وحورنا يا ليتني الله شليت ذي دي قوم مضيده لم أوت ميان ليسين نبا كتابي كتاب كيغا محابة كتاب كنك عنت اللي يقول لي محا ايكا ياني ميو ايكا بمقناضو دي هو قيها لك كتر مركو أركي ولم أدري ميانا قران نبا ما waxa uu yahay ama ay tahay xisaabiya xisaabteedu waxa ay tahay miyaanan garaninba maxaabay garansiiyay ma iga qarsoonaato waa calaacal ya laytaha alla shalaytadeedii macnaha geeridii iyo mowdkii horeen soo maray dhimashadii hore shalaytadeeda iyo qoomamadeeda ee kaanat miyay ahaatay hiya iyadu alqaadiyata mid iga takhallusto halka igaga dhameysa oo dibba aan la isoo saarin miyay taasi noqoto oo arrinba dhimashada miyuu ku dhamaado waxa uu yidhi ma aqnaa iga muutarin anii aniga maaliya maalkaygii waxba iima tarin halaka waa halaagsamay anii aniga wuu iga halaagsamay sultaaniya awooddaydii iyo itaalkaygii ama xujadii iyo daliilkii waa iga baaba'ay waxa lagu oodhanayaa iyadoo malaa'igtii naarta amar la siinayo khuduhu ninkan qabta oo faqulluhu katiinadeeyo oo silsilada naareed ku xira thummal jahiima dabadeetana jahiima salluhu galiya thumma fi silsilatin dabadeed silsilad dhexdeed silsiladaasoo darcuha dhudhuminteeda la dhudhuminaya ama dhererkeedu sabcuuna diraacan toddobaatan dhudhun ama toddobaatan xusul dherarkeedu uu yahay fasluukuuhu geliya yacnii silsilad dherarkeedu toddobaatan xusul u yahay bartanka uu geliya oo ku xidhxidha la odhanaya oo ninka maxaa sidaa loogu gelayaa waayo innahu isagu kaana waxa uu ahaa laa yu'minu mid aan rumaynin
بالله العظيم إله وين أيان الرميسنين حق إله يبو ضيعي ولا يحض ضدكنا كمودي رجلين شرين على طعام المسكين مسكين كقود كي سددك كمبورين شرين حق ضدك أيو ضيعي مركا الروحة إلهي حقي سنضيع حق ضدك نضيع هل كاسا هنتوا الله وحوري فليس وما سقنان المركا له إساقا اليوم ما أنت ها هنا هل كان أقوم سقنان حميم صاحب أما متسكي أو وحترا ولا طعام عنتنا أقوم سقنان إلا من غسلين داعانك إيا وحويان قرنك أهل النار كتركودا كسو دريرمو يانا مركا النار تلقو شيلو لا يأكله قرنك إيا داعانك معنو إلا الخاطئون كوا قفك أبريرا يسئو لكع أسمي يموي الله سبحانه وتعالى خاتمة إيا قنانت كسورة وحاو كقور رمي يا قرآنك إيا شرفتيسة إيا سيدة وقنة زهاية هاي بين أبورتك إيا وحلو نسبيي إيا وضايفتي قرآنك وحكم ده الله وحوري فلا أقسمو وحن كدارنا يا بما تبصرون وحاد أركيسان بان كدارنا يا إيا وما لا تبصرون إيا وحيدان أركين با وحينا صومري إن إلهي مخلوقات كيسا وحكم ده كدارتا إن بدن صومه لكن ما أنت مخلوقي ميا وحلقت ريبا وعام وايو دي قبقى يعني مخلوقاتكم حيو قيب سمانون وحينو أركينو يوحينان أركين صوما لابدي بي إلهي وكو دارت بل حتى بل حتى وحي سوق ليس خالق دار ونفتي سكو دارنا يو إلا إن ما أركين نئ مركا وح ألا وح لقيتكي خالق إيا مخلوق مجرو ودارت وقو عامسا وحي دريم إيسا مركا دارت سيدا او عامسا او علوس وحي إلهي أمريا وح علوس او وين او محيا تي حق نمدا قرآنك إلا قرآنك يساقع علوس دارت الله مريانا وي علوس الله وحاولي مركا فلا أقسم وحنك دارنا يا بما تبصرون وحاد أركيسان بانك دارنا يا إيا وما لا تبصرون وحيدان أركين بوانك دارنا يا إنه قرآنك لقول رسول رسول هذا الكيوي رسول كاسو كريم وناكسن وشرف بضن وأي رسول كاسي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول مركا لا يراه دو رسوش ملكي أنا واكود عيا رسوش بشري أنا واكود عيا لبضو بوا رسول إلهي أرما أدرتو أتلا سارتي مركا رسول كان يوار رسول كي بشري أهايو والنبي محمد صلى الله عليه وسلم محا قرآن كاللوغون نسبين يا النبي قالوا له إلا قول رسول إلا وقول الله وهذا الكي إلهي معنوه وحاوي هاي يعني الرسول كوحى اللوغو آنين يا أما اللوغو نسبين يا على جهة التبليغ وآي الرسول كو قول كان وحاو النقسو قارسين يا إلهي حقيس ومبلغ عن الله مركا وحا ليرا كلامك أما قرآنك إضافته إلى الله لأنه المتكلم به قرآنك مركا إلهي لو تيريو وآي إساقا كهد لي أو دي كلام الله ابتداء ربي با كهد لي وإضافته إلى الرسول لأنه المبلغ عن الله يعني تيرين تقرآن كالرسول كالله تيرين أينا وآيو إلهي حقيسو نقسو قارسين أيا هو مبلغ مركا الله قول رسول وعلى جهة التبليغ ووحل إلى هذا الك مركا قفك الله آن أي هذا الله تيريو أما وحل الله تيرين أيا ابتداء إنو يساقو يسكليه أما وحل الله تيرين أيا تبليغا إنو يساقو لهين لكن عدك لك سوحيقان أيو وحتى إنكم مركا دي كلام أما الرسالة ليسوا نسبين أيو روحوا أما إساقالي أما عدبوك سوحيقان أيو مركا قرآن كآنين تلو آنين أيو أما الله نسبين أيو رسولك وعلى جهة التبليغ ولبا الشبهة دا سيسي أي أزوشو أن لهم مودين رسولك هذا الكيسي إنو يهي محال لكو سي أكيدو آيات دا آخر كيدا كتيرة تنزيل من رب العالمين إلهي حق يسال لك سودكي marka halka maxaad ka garanaysa tii inaanu hadalkii rasuulka ahayn ibtidaa'ani hadalka rasuulka wuxuu u yahay tabliiqan soo gaarsiinta ibn qutaybana waxa uu yiri lam yurid annahu qawlu ar-rasul wa inma arada annahu qawlu ar-rasul al-muballigh 'an illahi ta'ala yaani umajeeda rabbi inuu quraankani qawlki rasuulka yahay ibtidaa'an
لكن إلهي وحاوش يدي مركوري إنه لقول رسول كريم إنه هذا الرسول كي هي المبلغ عن الله إيه إلهي حقي سينقسو قارسيني على جهة التبليغ. وحاول ابن قطيبة وفي الرسول ما يدل على ذلك كلمة الرسول إلا إنه لقول رسول وحاول كلمة الرسول وحكسوغا وحكتصنية إنه هذا الكيس يهين ابتداء لكن تبليغ يهين فاكتفي به عن أن يقول عن الله تعالى رسول وحلقك كافتومي إريقا رسول إلا عدي يقول حصو عن الله إلهي حقي سوكا كياني إن لقسي أكيدو وحلقك مارميبا إريقا رسول ووايو دي الرسول والله ديرا كيلا ديراي سوما كلا ديراينا وحلقو ديراي إيا فرين أمبوسي دا سوما وحيساكو سميستما مركا ابن قتيبة وحاولي رسول كم بلع عبري إنه لقول رسول رسول لماذا عدينا إيسا إن أنه هذا الإساق ولي يمد عني أحين لكن ما اللغة صدره فرين له ديبي إنه لقول رسول مركا سورة التكوير نمحي نقص أمرت إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين رسول كاسنا يوها ملك الجبريل عليه السلام مركا الرسول كسورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ملك الجبريل بلوشي ذو أفضل الرسل الملكية رسول كان سورة الحاقنة إنه لقول رسول كريم نبينا محمد بلوشي ذا صلى الله عليه وسلم وأفضل الرسل البشرية لبدا الرسول بنا نبي محمد ملك الجبريل وحا قرآن كاللوغن نسبي على جهة التبليغ وملك الجبريل إلهي بو إنه قصو قاضي وإنه قصو قارسي نبينا صلى الله عليه وسلم وحيقي ملك الجبريل كسو دجيو الله أغاكياني أيو إنه سو قارسي مركان لبدو دبا إضافة دا قرآن كاللو إضافي وعلى جهة التبليغ لكن أصالة وابتداء وكلام الله غير مخلوق الله وحوري إنه قرآن كان إلى قول رسول رسول هذا الكيوي معناها إذن سو قارسين يوم مبلغ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول كاسو كريم وناكسن وشرف بضن وما هو ما أهان من قرآنك بقول شاعر قبيا هذا الكي قليلا ما وحاءات أير تؤمنون إن تضرمين إيسان ولا بقول كاهن فالي هذا الكينا ما أها نوح شاك شاكو وحصو صعدان كورمايا أوان حدقينيا أموان فالينيا أموحا مقنبان أغهي فالي هذا الكي ماها قليلا ما وحاءات أير تذكرون إن تدوان توبيسان تنزيل أي منزل تنزيل ومن إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول مصدر بالا عبرو تنزيل وحنا لوجه إذا اسم المفعول منزل معنوه هي مراد كنا وحوي تنزيل أي هو قرآنك تنزيل أي منزل مدل قسو دجيي وي من رب العالمين الله عالمين تربي قودة أي حقي سلق السودة شيء تصور ربي مع الضين هذا النبي محمد لي يميت إن أنه أهين إيه هذا اللي سود يبينون يهي تنزيل من رب العالمين بعد ضيسي إنه منزل يهي والنبي محمد أنه إساق الله إيمان لكن يهي سو قارسي وحي اللي سود يبون إنه سو قارسين يهي الله أعوذ ولو تقول هديو النقو بين أبورا لها علينا أنك النبي بعض الله قاويلي هذا الله ذا بركود وحير أن هدو النقو بين أبورا لها لأخذنا واقبا لهين نبيك منه حقي سوحا نكقبا لهين باليمين مدك تأنت أنه قبرنا أيان عقاب لهين وكأرقوسا لهين أما لأخذنا واقبا لهين منه نبيك باليمين مدك تأيان كقبا لها بألوه سبحانه وتعالى وإله أيام مدك تيسك قبا لها ثم لقطعنا ضبضيد وحن وشري لهين منه النبي حقي سوحن وكقوين لهين الوطينا حددك هالبو لها وضنها ديقة كالسوق هذا شركو دانا وقيبية هدوق ولمن يقفكو حددك هالبو لها أيام وشري لهين أو فما منكم إذنك إذنك مومد أهادين من أحد أي أحد قفنا كواسو حاجزين الدفاعية عنه نبي محمد عدنا نجمي علسين أنك عذاب لهين سيدايس كوافقيا حاجزين أو جمعة إيا أحد أو مفرد
ونكرة في سياق النفي تفيد العموم. أحد يعني سياق نفي ونكرة دعضي مركع عموم بفائدين ساوى بمعنى الجماعة عد ألا عد نجعل إن كرتام شرتوية وأحدا أيام معنى جماعة له كوح ومعنه هو نقول يا فما منكم إذن كمون مد أهان من أحد أي أحد جماعة يعني كوح أما عد إذن كمين مد أهان عدا سو حاجزين أن نجد دفاع كرتا عنه النبي هذا نضون إلى نعذابنا ونكار قصنا مركا معنوه وحوياي ده بين أبورد لمو إيمان إن ير أو بين أبورد هدول لي من لها أن كعب أود دتشين لها إن أو عذاب يعقوب عاش لك سود دتشين لها الله عيد وإنه لا تذكره مركا القرآن كأي شرفتي سأي كلام ربي إنه يا هلا تلمامي أي وظائف تأم القرآن كمهمات كيس وحكم إذا الله تلمامي والله عود وإنه قرآنك لتذكرة وانوي للمتقين كو إلهي كعب سدوانو إيه وعدي إيه وحكو قاضنية قرآنك إساقو ضدكو دوانو محالوه قاري للمتقين وإيه إيقاكو انتفاع إيه وحكو قاضنية يعني ضدكو دوانو سورك قرآنك هو اللو سودكي لكن انت كو انتفاع ضي ايه كفايدي ستسو متقين تماها سداسا لوغو غاريالي وإنا نقبا اللو يري لنعلم وانو اغنهي أن منكم إن ايدين كمديهين مكذبين كو قرآن كبينين ايا إن ايدين كمديهين وانو اغنهي وإنه قرآنكو لحسرة قوم ما ايا وكياي على الكافرين كو قال ضع قوم ما يمرق ايا وكياي وإنه قرآنك لحق اليقين يقين تحقي دي وي معناها يقين تحق أهيد وي وراي نوصوت الماني علم اليقين وشيء قد اعتقاد سنتهين شكي كاجرين ايه أضهبته لكن ولي آند أرق يعني فعل أهانا آند ولفل قلين وآند الله مباشرون وحاد اعتقاد إن ده مركات كقادات أرقتنا وعين اليقين شيء قاسي مركات فعل أهم بقول فلقشوا إيه أظلم مباشرة تنا سيدا ده كنا ديو كلام مركات برتن كوجشنا وحق اليقين وده قعنت عبتكو هيسا أنت أرد قلينا شيء ده كارك هيسنا تو عين اليقين حق اليقين مركا ومرتبة وقصة رئيسة إيه وحلقوا قون صدو مركا قرآن كوا حق اليقين وأعلى مراتب اليقين الله وعوري فصبح هذا بنزه النبي محمد باسم ربك ربك أمك عيسى النزه أو حماني عيب ودن أديد أما وحترا فصبح باسم ربك أي ربك هذه اسم كاليرا ومقحم ربك النزه ربك العظيم أي وينا نبينا صلى الله عليه وسلم مركا آيدي نسودك توحولي اجعلوها في ركوعكم مركا سبحان ربي العظيم واتركوع دائنو نداهنو الله وعوري فصبح نزه أو حماني عيب ودن أديد باسم ربك ربك أمك عيسى ربك العظيم إيوينا مركا إلهي سبحانه وتعالى آياتك قبدا سورة دنا وحاو كتل ما مي أوصفي عن النوغو قيحي قرآنك إيا قيمه إيسا إيا مرنا بإنانو أهين وحا أي قالد كشيك شيقيا وقبيا إيو وفالي إيو وحا إنانو أهين بل إلهي وحاو تل ما مي النبي محمد إن يرأب بين أبورة ده هدو كسمين لها إنه نلاش كوع قابلها عقوبة دقدقة لكن أنا يدعم بق وإلهي وحط المامة يا إن أم بين أبورة لوجو بدل قاتين هدا يدعي لها لكن سما يدعن وأم بين أبورة ده حيشجيا ربي سبحانه وتعالى وحويدي فلا أقسم وحن كدارنا يا بما شيء تبصرون هذا كيسان إيه وما شيء لا تبصرون أيضا أركين وحاد أركيسان إيه وحيدان أركين بوان كدارنا ياي إنه قرآن كني لقول رسول رسول هذا الكيوي رسول كاسو كريم شرفي كرام بضن وما هو قرآنكم أهان بقول شاعر قبيا هذا الكي قليلا وحير ما أؤاد أير تؤمنون إن تطرمي نيسان ولا بقول كاهن فالي هذا الكين معها قليلا وحير ما أؤاد أير تذكرون إن تدو أنتو بيسان تنزيل أي منزل هو قرآنك تنزيل أي منزل مثل قسودة يوي من رب العالمين
إله عالمين تربي قود أحق إسايا لك سودتي ولو تقول هدو نقو بين أبورا لها علينا أنك ولو تقول هدي النبي محمد نقو بين أبورا لها علينا أنك بعض الأقاويل هذا الذي بركود يعني هذا الذي قار كود هدو نقس ميسا لها ونقو بين أبورا لها لا أخذنا واقبا لهين منه النبي حقيسا وحنق قبا لهين باليمين إساقان نميك تقبا لهين وعقاب لهين أما لا أخذنا واقبا لهين منه النبي باليمين ميك تأيانك قبا لهين ثم لقطعنا طبيد وحن وشري لهين وأن قوين لهين منه النبي حقيسا وحنك قوين لهين الوطينا حدد كأهل بولها يوضنها ديقة كالسوقاضة شركة انتيسا كالورابية كاسان وشري لهين أو فما منكم دبيت إذن كموم مد أهادين إذن كحقينا من أحد أي أحد أحدنا أو جماعة يعني كوح أما عدي إذن كمين مد أهاتين كواسو حاجزين الدفاعية عنه النبي حقيسا نقد دفاعية عد الله عد نقد دفاعي لهيد ونقد علين لهيد إذن كمين مد أهاتين وإنه قرآنك لتذكرة وانوي للمتقين كو إلهي كعب سدو وانويهي وإنا نقباء اللويري لنعلم وانوغنهي أن منكم إن إذن كمديهين مكذبين كو حق إيا قرآن كبيني إن إذن كمديهين وانوغنهي وإنه قرآنك لحسرة قومم يمرقوي على الكافرين قال ذا الدشود أي قومم كويهي وإنه قرآنك لحق اليقين يقين تربط هيدا حق هيدا ويان قرآنك فصبح نزه نبي محمد باسم ربك ربك مجي عيسى نزه حماني عيبه أديد ربك العظيم أي وينا سبحان ربي العظيم والله أعلم.